بجد ترحيب بحضراتكم. كلام برضو مستمر عن مباراة الأمس، مباراة النجم والأهلي واللي فاز فيها النادي الأهلي 6-2، مباراة تاريخية للنادي الأهلي وأيضا في الدور نصف النهائي، هي نتيجة تاريخية في هذا الدور وأيضا نتيجة تاريخية في هذه البطولة. كلام عن الفنيات، لأن طبعا امبارح كان الوضع الفني بالنسبة لفريق النادي الأهلي في أحسن حالاته، سواء بقى بدنيا وفنيا وتكتيكيا وخططيا بالنسبة للاعبين. لازم اتكلم معاه طبعا، مع نجم من نجوم النادي الاهلي، مع كابتن احمد كشري نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن احمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن فاروق. طبعا اولا يعني ان انا اهم حاجه ان احنا نبارك النادي الاهلي. المباراه بتاعت امس نتيجه واداء، والحمد لله ان جماهير النادي الاهلي فرحت، والنادي الاهلي في مكانه الطبيعي في نهائي افريقيا. هو مكان طبيعي انت بتشوفه كابتن، ده الوضع الطبيعي دائما بالرغم من صعوبه البطوله. يعني برضو خلي بالك كابتن، امبارح انا يعني دي ملاحظه، انت دائما الصعوبات بتبقى موجوده في دول شمال افريقيا. بالظبط، احنا لعبنا دول شمال افريقيا كتير قوي في هذه البطوله، وحتى في النهائي هنلاعب فريق من شمال افريقيا، وهي دي صعوبه هذه البطوله. ان شاء الله لما هناخدها هتبقى ليها طعم مختلف بامر الله، لكن صعوبتها زي ما بقول لك ان احنا كنا بنلعب فرق، لو لعبنا فرق كتير من شمال افريقيا. بص، هو الاهلي اخر ماتشين ليه مين؟ الماتش كان الترجي والنجم الساحلي، وقبل كده في المجموعه الوداد، والوداد معاه. فاحنا يعني الحمد لله النادي الاهلي متمرس وبيعرف. النهارده ما فيش حاجه، يعني انا اقعد اسمع ساعات احيانا الناس تقول لك العقده بتاعه شمال افريقيا. اعتقد النادي الاهلي احنا فكنا من زمان، النادي الاهلي يعني مخلص على فرق شمال افريقيا من ايام ما كنا بنلعب كمان. يمكن كان لنا حظوظ، كسبنا فرق كتير من شمال افريقيا. كسبنا الترجي، كسبنا الرجاء المغربي، خدنا منه بطوله في ملعبه. صحيح. الصفاقس كنا كاسبينه، فرق الجزائر كنا بنتفوق عليها. فالنادي الاهلي لا ما شاء الله، يعني عنده من الخبرات وعنده من الهيستوري بتاع التاريخ بتاعه كبير، بيخليه ان النادي الاهلي يعرف يتعامل مع المواقف الصعبه. يمكن انا هتكلم معاك في يمكن في احداث المباراه، لكن بيبقى عندنا ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي، لان عارفين ان النادي الاهلي بيعرف يتعامل مع كل مباراه على حده، زي ما كان محتاج مباراه الترجي هناك في رادس وقدر ان هو يفوز بيها، برضه مباراه النجم الاهلي اتعامل معاه بموضوعيه، وكان بصراحه يعني يحسب للجهاز الفني الكابتن حسام. يعني حتى التغييرات اللي اتعملت، انا كنت وجهه نظري، يمكن انا كنت في بعض القنوات وقلت ان الشكل ده الكابتن حسام هيلعب بيه، لان حطيت نفسي مكانه من موقع المدرب، لازم اامن نص ملعبي ولازم اامن الفرقه الاول عشان الفرقه دي تلعب كره طويله. وفعلا ده كان سر نجاح النادي الاهلي امبارح، رامي ربيعه في وسط الملعب. رامي كان هايل، ومحمد نجيب كان عامل مباراه كويسه جدا، مش حاسين بيه لانه ما عملش اخطاء. ما عملش حاجه ثانيه بقى كابتن، يعني بصراحه لازم ياخد حقه بصراحه محمد نجيب، حطه في اي وقت واي وقت وصعوبه مباراه، ممكن تبقى مباراه صعبه جدا وهو بقى له فتره، تنزل تلاقيه بسم الله ما شاء الله عليه، حاجه مميزه جدا، لازم نديله حقه طبعا بامانه. يعني حاجه كان جميل امبارح، كان هايل، والفرقه كلها. وطبعا اجاي كان هايل جدا في المباراه، مؤمن زكريا، وليد ازارو اللي يمكن انا توقعته، كنت في احد البرامج قبليها بيوم ونفس الكلام، تعرف موضوع وليد ازارو وانت كنت مهاجم يا محمد، يعني ايه اللعيب لما بيغيب فتره عن التهديف بيحصل شكوك في حته امكانياته وقدراته. فيمكن انا كان كلامي وردي في قلت ان احساس ان وليد ازارو هيظهر في المباراه الكبيره، المباراه الكبيره اللي هي في الوقت الحالي، ممكن ان هو يكسب النادي الاهلي، تبقى بدايه انطلاقه ليه. ثقه كابتن حسام بدر كمان فيها كابتن كشري، وهي دي بقى السر واللغز، ان يبقى موجود وليد ازارو بالشكل ده. انا واحد من الناس صراحه توقعت ان كابتن حسام يخاف على وليد ازارو اكتر من كده، يعني من وجهه نظري انا، ان ينزل ما يوفقش والدنيا تبقى صعبه عليه، فعلاقته تبقى بالجمهور وحشه، لكن صراحة كابتن حسام كمل الجزئية بتاعته، واثق في لعيبته، واثق في اللعيب بتاعه. بصراحة هو كمان كلاعب امبارح، يعني كمان زمايله ساعدوه بشكل كبير، سواء مؤمن ولا معلول ولا جاي، الدنيا كانت كمان هم بيساعدوه بشكل كبير، وده احنا شفناه من خلال ثلاث اهداف له احرزها. يعني لا كلامك مظبوط يا فاروق، يعني ازارو الميزة اللي هو يعني خدها ان الكابتن حسام البدري بيثق فيه جدا، ودي مهمه المدرب برضه لما يكون عنده ثقه
في لعيب، لان هو اللي جايبه، هو اللي مختاره، عارف قدراته. يمكن وجهه نظري برضو انا كانت كنت متوقع ان هو هيلعب المباراه، لان التغييرات كثيره في المباريات الكبيره دي ما بتبقاش لصالح الفريق، ولكن في تغييرات اجباريه اللي هي كان طبعا حسام عاشور واحمد فتحي والناس الايقافات والاصابات طبعا، فما ينفعش ان انا اغير كتير قوي في التشكيل. وكان عندي برضو يقين هو ان شاء الله هيسجل، لان النادي الاهلي بيوصل للمرمى كتير، هي بتبقى عايزه ثقه اللعيب. احنا كمهاجمين احنا الاثنين ومواقف مرت علينا كتير قوي، لما كنت ببقى عايز اجيب جون وبتقف معايا بتتعطل اكتر، فكنت العب مع زمايلي مستعجل ومتعصب تركيزي على المرمى بس، لكن مع الخبره 6 أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب لنصف نهائي البطولة، وحسم الأهلي التأهل بعدما تفوق 7-4 في مجموع مباريتي الذهاب والعودة ليواجه الوداد البيضاوي الذي أطاح باتحاد العاصمة الجزائري من نصف نهائي البطولة. وافتتح التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية، ثم سجل المغربي وليد أزارو هاتريك في الدقائق 23 والدقيقة 30 والدقيقة 48، ثم سجل حمدي نقاص في مرماه في الدقيقة 58 ورامي ربيعة في الدقيقة 63، بينما أحرز ثنائية النجم رامي البدوي وإيهاب المسكني في الدقيقتين 51 و90، وأصبح أزارو أول أجنبي في تاريخ الأهلي يحرز 3 أهداف هاتريك في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويعد هذا هو النهائي رقم 11 الذي يتأهل إليه الأهلي، ويأمل المارد الأحمر في تحقيق اللقب 9 في تاريخه، كما صعد أبناء الجزيرة إلى النهائي 7 في بطولة دوري أبطال أفريقيا من أصل آخر 12 نسخة. وحقق الأهلي بهذا الفوز أكبر انتصار له في تاريخ مواجهته مع النجم الساحلي، كما أنه أكبر فوز للأهلي على الأندية التونسية. كذلك الفوز على النجم بإياب دور نصف النهائي بسداسية أصبح النتيجة الأكبر في تاريخ النادي الأهلي في مواجهته بدور نصف النهائي في نسخته الجديدة. يعني الجمهور طبعا يفرح بهذه النتيجة والشكل إن شاء الله اللي هيكون عليه في النهائي. يعني أتمنى إن شاء الله كابتن كشري جمهورنا اللي احنا شفناه في المباراة، ما ينفعش انا اخش في نهاية المباراة من غير ما اتكلم مع جمهور، وانت موجود واحد من الناس اللي انت عشت ايام حلوة جدا في النادي الاهلي بسبب هذا الجمهور، ومؤازرته دايما كان ليك او لفريق النادي الاهلي. لا طبعا جمهور النادي الاهلي ده هو اللاعب رقم واحد في الملعب، وهو اللي بيدي الحماس. يعني وجود الجمهور امبارح هو اللي خلى النتيجة عليك كده النادي الاهلي، يعني حماس اللعيبة في الملعب ده مستمدها يعني من الجمهور اللي حواليه والحماس والتشجيع العالي جدا. وطبعا دايما جمهور النادي الاهلي هو يعني بامانه دي حقيقه، يعني هو اللي بيساند الفريق، هو اللي بيبقى مع الفريق في كل المواقف الصعبه جدا. وجمهور الاهلي مختلف عن معظم الجماهير اللي في الفرق الثانيه، لانه صبور على فرقته، عنده ثقه كبيره جدا في ناديه. يمكن احنا ايامنا لما كنا بنلعب ساعات كان بيحصل سقطات زي ما بيقولوا ونقع، ما كناش بنسمع حد بيشتمنا بيغلط فينا بيزوم علينا زياده، لا كان عندهم ثقه كبيره. فهم عندهم وعي ما شاء الله، الجيل كمان اللي موجود دلوقتي جيل عنده حماس كبير جدا النادي الاهلي، فمبروك على جميع النادي الاهلي كلها. دفعت التتش دي يا كابتن كمان، خلي بالك الجمهور دفعته قبل مباراه الترجي ما زالت مستمره، سيبك انت من يوم كمان امبارح، اليوم ده اعتقد اثر بشكل كبير في بعض اللاعبين بما فيهم يعني اللعيبه اللي كانوا ممكن الى حد ما في المباراه الاولى وقعت زي او مش حصل لها اخفاق في المباراه زي شريف اكرامي، انت الجمهور ده رجع لك بعض اللاعبين وثقتهم بنفسهم بالظبط في اليوم ده. اليوم ده كان مهم جدا انا شايفه طبعا، وكان قرار صائب جدا مجلس اداره والجهاز الفني طبعا. وجود الجماهير في الملعب، استاذنك بس كابتن كوشي قبل ما اتعلق على الموضوع ده معايا الست اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي ليه النادي الاهلي، اكيد الفتره الجايه مجهود كبير بيقوم بيه، هو بيقوم بمجهود كبير ويعني كلنا ملاحظين وبنلتمس هذا الموضوع طبعا في الفترات السابقه، دخول الجماهير وزياده عدد الافراد والجماهير في الفتره اللي فاتت كان اللي هو شين شمس دائما موجود وكلامه دايما مع الجهات الامنيه بهذا الخصوص. كابتن ستيليو مساء الخير عليه، ازاي حضرتك؟
دي. كابتن احمد كشري معانا في الاستوديو بسبب حضرتك كتير. تحياتي للكابتن احمد كشري. الله يخليك يا ست اللواء، مبروك، الف مبروك يا ست اللواء. الحمد لله، مبروك علينا كلنا جميعا. اه طبعا مبروك يا ست اللواء، يعني بنشكر مجهوداتكم طبعا اللي بتقوموا بيها عشان جمهورنا يبقى موجود بشكل مميز، بشكل اللي احنا شفناه حضرتك طبعا في المباراه بتاعت امبارح، والاستمتاع سواء باداء اللاعبين والنتيجه، والواحد يبقى قاعد كده مروح وهو مبسوط وسعيد بفوز فريقه، لكن طبعا مجهود بتقوموا بيه بشكل جيد جدا ست اللواء. المرحله الجايه بقى والمباراه القادمه. هو طبعا يعني احب اشكر الاول برضو وزاره الداخليه ومجهود رجال الامن، الحقيقه غير طبيعي. يعني حاجه تفوق الخيال الحقيقه، الناس تفانوا خدمه الجمهور وتفانوا مصر كلها. طبعا الاول ست اللواء الصوت بس بيقطع، لو حضرتك بس نقف في مكان يكون فيه شبكه. طب حضرتك سامعني؟ اه كده كويس ست اللواء، كده كويس تمام. تمام. فيعني الحقيقه وزاره الداخليه ورجال الامن يعني عاملين مجهود غير طبيعي، فاحنا طبعا من خلال برنامج حضرتك بنقول لهم الشكر، ويعني ده هدينا بيهم، ويعني ربنا يكرمهم جميعا ان شاء الله بامر الله. طيب يعني ايه اللي كان يعني في المباراه دي اللي ممكن نكون ناقص ان شاء الله نكمله في المباراه القادمه ست اللواء، من حيث طبعا دخول الجماهير وشكل الجماهير؟ والله ابدا حضرتك، يعني الناس الحقيقه التزمت بمكانها، دخلت البوابات اللي موجوده ارقام على تذاكرهم، الامن ساعد في كده، لا هو الجمهور ساعدنا كمان يعني. طبعا الامن بذل مجهود كبير، زمايلي كلهم في النادي بذل مجهود كبير، لكن كل ده كان ممكن ما يبقاش باين كده لو كانش الجمهور ملتزم بتقوله والتزامه باماكنه. فالحقيقه لا، هو الجمهور يعني ساعدنا جدا، وده نتيجه انه طلعت المنظر اللي حضرتك شفته امبارح ده يعني. صحيح صحيح، لكن احنا دلوقتي مطالبه ب 70,000 توافق عليها ولا لسه ست اللواء؟ لا لسه ما توافقش عليها، ومنتظرين الموافقه ان شاء الله. طيب ميعاد الماتش ست اللواء خلاص تحدد يوم الحد زي ما احنا بعتنا للاتحاد الافريقي، طلبنا الحد الساعه 7. تمام. التانيين ردهم، بس اعتقد ان هو مش هيبقى فيه اعتراض، لانه في اليوم ده ما فيش مباريات اخرى، يعني ما فيش بطولات ثانيه، ما فيش مباريات اخرى. اعتقد مفيش ما يمنع ان يبقى ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. هو تقريبا انت متحدد لنا اللي هو الايام اللي قبل يوم الاحد، الجمعه سبت حد، تقريبا هو ثلاث ايام والنادي الاهلي بتختار الحد. طيب سات اللي هو معلش بقى، يعني مهمه جدا المعلومه اللي احنا هنقدمها للجمهور بخصوص التذاكر في المباراه القادمه، لان طبعا كان في مشاكل كتير في المباراه اللي فاتت، مش مشاكل يعني، بعض الناس ما كانوش عارفين يحصلوا على التذاكر بشكل سهل وسريع. انا عارف ان كان في 27,000 اول مجرد لما الموقع فتح التذاكر، 27,000 او من الجمهور حصلوا على التذاكر من على الانترنت، لكن الامور الثانيه او التذاكر الباقيه كانت في صعوبه في الحصول عليها، يا ريت برضه حضرتك توضح لنا الفتره الجايه. مشكله، ما انا عايز اوضح، هو مشكله ان مفيش باقيه. يعني هي التذاكر اتباعت على الانترنت، العدد الناس اللي تقدمت بطلب الشراء هو اكبر، او يعني هم كانوا حاولوا يخشوا على السيستم بعد ما احنا قفلنا، الناس لقت السيستم قفل لان احنا خلصنا، فانا ما اقدرش ان انا اخد طلبات او رغبات اكبر من العدد اللي عندي. وبالتالي الناس لما لقوا ما فيش سيستم ابتدوا يلجأوا للنادي او يلجأوا يشوفوا يحاولوا يجيبوا التذاكر منين، فهو ده اللي اظهر ان في مشكله، وهو في الاساس ما فيش مشكله. انا بطرح على النت، بمجرد ما العدد حضرتك بيكمل عندي في عدد التذاكر اللي عندي انا بقفل خلاص. فالناس بقت تقول ان في مشكله في الدخول على الانترنت، هو ما فيش مشكله، هو مشكله ان السيستم قفل. هو كله بيبقى على الانترنت يا ست اللي كله على الانترنت يا فندم، في احنا عندنا 20,000 دول اللي هم حاملين بطاقات. تمام. دول بينزلوا الاول بنفتح لهم لوحدهم، عشان لو هم دول مش هيكملوا 20,000 او في منهم ناس مش عايزه تروح، بنطرح الباقي كله اللي هي التذاكر المفتوحه برضه على الانترنت. برضه على الانترنت. طب يعني معلش ست اللي برضه احنا بنتكلم في فئه ما بتقدرش تتعامل مع الانترنت، ازاي نوفر لهم الحاجه دي؟ بص حضرتك هقول لك على حاجه، مفيش يعني اي نظام حضرتك بتيجي تعمله مفيش نص نظام، يا نظام كامل تمام يا اما الدنيا هتتلخبط. موضوع المنافس ده حضرتك احنا خلاص يعني بالنسبه لنا موضوع اتقفل خلاص. يعني مش موضوع المنافس ده مش هنفتحه تاني، لان ده من ضمن الاسباب الرئيسيه جدا جدا بسوز طول. ايا كان الموظف اللي قاعد بيبيع البتاع، انا ما بقولش لا موظف بتاعي او موظف فلاني، لكن بتكون نتيجتها الضغط والناس بتضغط على يعني انا حضرتك فلنفترض بعنا على الانترنت بدل 5,000 تذكره، حضرتك متخيل لو فتحت منفذ 5,000 تذكره دول هيخلصوا في قد ايه؟ والزحمه هتبقى عامله ازاي؟ صحيح. وكانت المنافذ دي كانت بتتكسر بتتكسر بتتكسر.
الموضوع لا هو كله. وبعدين يمكن انا وانت او انا يعني انت لسه شباب، احنا اللي نقول بقى مش عارفين. انت شباب يا ست اللون. لا ده انت شباب ما شاء الله، تتحرك في النادي بتشوف كل طلبات الناس يعني في النادي، ما شاء الله عليك ست اللون. ربنا يكرمك. اقصد الموضوع يعني حتى اللي مش عارف عنده ابنه عنده اخوه عنده جاره. الموضوع ده بقول لحضرتك الاقبال بزياده يعني الاقبال باكبر من عدد طبعًا. يعني عايز اقول لك ضعف وضعفين وثلاثه طبعا. ما جمهور النادي الاهلي هو حابب فريقه، حابب فريقه عايز يبقى موجود. وانا طبعًا. انا مقدر طبعا تجربه هايله، واحنا من اوائل الانديه اللي اشتغلت عليها. اتمنى بقى ان يبقى في ابديت ست اللي هو ان شاء الله في الفتره الجايه يبقى الرقم الكرسي بقى كده وكاننا داخلين سيما يعني. بص حضرتك دي ده اللي احنا نتمناه يعني. هقول لك بتمناها، بس هقول لحضرتك على حاجه دي ما تعرفش تعملها غير لو كان استادك انت. صحيح. يعني استاد بتاع النادي الاهلي او استاد بتاع نادي الزمالك او استاد بتاع نادي الاسماعيلي مثلا، هو ده اللي هيقدر يتحكم، يقدر رقم كراسيه ويقدر يعملها. الاستادات التي لا تملكها اللي حضرتك بتاجرها بس ما بتقدرش تتحكم في الاستاد، ما بتقدرش ان انت تنظم امورك جوه الاستاد. معاك انا الطريقه اللي انت عايزها لوحدك يعني. معاك انا في دي ست اللي هو ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه، ونبارك لبعض بامر الله هذه البطوله بامر الست اللي هو طبعا مجهود كبير بتقوموا بيه سواء بقى مجلس اداره المدير التنفيذي النادي كل العاملين في النادي. الصراحه همهم الاول والاخير هو الحصول على البطوله دي ان شاء الله. كابتن كشري ارجع لك فنيا، كابتن كشري كنا بنتكلم على الجمهور وست اللي هو دخل ان شاء الله 70,000 يبقوا متواجدين، احنا كلام بقى فنيا ايه اللي اختلف في مباراه النجم هنا عن مباراه النجم هناك في تونس؟ لا اختلفت رقم واحد كان الروح اعلى هنا. هناك المباراه اللي كانت في تونس فريق الاهلي يعني ما بداش المباراه بنفس البدايه بتاعه المباراه دي. فريق الاهلي كان متحفظ والتحفظ بتاعه كان في مدي رتم بطيء شويه. حتى يعني انا قلت بعد مباراه الترجي في معنويات عاليه جدا عند اللعيبه ان احنا نقدر ان احنا نلاعب النجم بدون اي تخوف او خلاص كسبت الفرقه الاكبر في تونس. لكن ممكن ده يكون كان في ثقه ده يا اما زايده شويه يا اما كنت حاسس ان اللعيبه يعني ما عندهاش الاصرار بتاع مباراه الترجي لان عملت مجهود عالي جدا في مباراه الترجي. اما المباراه دي لا في اصرار في تركيز من البدايه، التركيز كان عالي جدا، اللعيبه مستعديه كويس قوي يعني. علي معلول انا من اللعيبه اللي بيعجبوني ناحيه الشمال، لعيب كويس وكورته كويسه، بس اول مره احس انه سريع قوي امبارح، فتحس ان الروح بتاعته في انطلاقاته باينه في جريته. باينه حاجات ظهرت امبارح. مؤمن زكريا امبارح بيعمل حاجات، فالروح كابتن عارف كمان كابتن بعيد عن الروح عمليه التجهيز قبل المباراه مهم بان في الماتش طبعا يعني اللي انت شايفه ده عمليه تجهيز. ما برافو عليك برافو عليك. ما ده اللي انا قلته. مش عايز اخش في الفنيات. لا 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 لا, لا يعني. برافو عليك. هو ده اللي انا كنت بقوله ان فريق الاهلي في مباراه النجم هناك كان مختلف عن هنا، لان كان المفروض والمتوقع ان هو يعمل مباراه كبيره جدا هناك خاصه بعد فوزه على الترجي في تونس. فانا حسيت اللعيبه في الملعب مش متأهلين للمباراة كويس، مش متجهزين. حاسس ان اللعيبة نازلة هي حاسة ان المباراة سهلة يعني فيها نسبة سهولة، يا اما حاسين ان هم عملوا مجهود فما تأهلوش كويس اول المباراة الاولى. ما كان في بطء في الريتم، كان بطيء شوية المباراة الاولى. لكن المباراة دي الريتم كان سريع جدا، اللعيبة معنويتها عالية قوي، مركزين جدا اشتغلنا من على الجناب كويس قوي، وخاصة مين يا كابتن؟ عند حمدي النقاص ده هو أفضل لعيب عندهم. يعني اشتغلنا عليه بشكل كبير، اشتغلنا كويس جدا خاصة يمكن ناحية الشمال ناحية علي معلول وأجاييه ومؤمن. يمكن الجونين الأولانيين بنفس أو اللي هو الجون الثاني تقريبا والثالث بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبنفس التكتيك وصلنا للجون. فطبعا دي ميزة. لا الأهلي كان مهيئ للمباراة. كابتن حسام البدري وجهاز المعاون ليه لا هيئ اللعيبه نفسيا رغم ان في غيابات، لكن ما حسيناش بيها خالص في المباراه. ودي حاجه بقى ودي حاجه جميله ودي النادي الاهلي يا فاروق. خلينا اكون واقعي معاك ونكون صراحه، اللعيب اللي بيلبس فنه النادي الاهلي لازم يكون اميز لاعب في مصر.
يمكن في الجيل بتاعنا لما كنا بنلعب شوف كام مهاجم مثلا بيلعب، حسام حسن وفيليكس وانا وعلي ماهر وانت ابراهيم وانت ووليد صلاح الدين وعلاء ابراهيم وطلع بلال بعد كده وطلع بعد كده. يعني شوف احنا على الاقل انا عديت لك دلوقتي 6-7 لعيبه مهاجمين، كل واحد فينا ساب بصمه في النادي الاهلي، كل واحد فينا عمل اسم في النادي الاهلي يعني لحد ما يعني اجيالنا توارثوه. ليه؟ لان دي صفات اللاعب اللي يلعب في النادي الاهلي، لازم يكون لعيب عنده شخصيه، لازم يكون لاعب النادي الاهلي لاعب مميز وعنده الموهبه رقم واحد وعنده اسلوبه اللي يخلي الناس تحس بيه. فلعيب النادي الاهلي ايا كان، ما فيش لاعب، انا وجهه نظري ان ما فيش لاعب اساسي واحتياطي في النادي الاهلي، انت جايب افضل لعيبه في الدوري المصري موجودين معاك حتى على الدكه ما لعبوش، في لعيبه كانوا مكسرين الدنيا مع فرقه. فشخصيه اللاعب اللي يلعب في النادي الاهلي دي لازم تكون شخصيته كبيره، ودي ظهرت في المباراه، ظهرت في الروح، ظهرت في التنظيم. فطبعا لا، اداء كان عالي جدا جدا. انا هكلمك بقى كفيرو ده كابتن، احنا طبعا شكل الجمهور جميل، حاجه يعني محترمه وكلنا كنا سعداء بالشكل ده. وليد ازارو بما انك فيرود، هو دلوقتي هو خامس لاعب احرز هاتريك في هذه او في الدور نصف النهائي. ايه اللي فرق وليد ازارو المره دي في المباراه عشان يحرز هذه الاهداف؟ ايه اللي كفيرو حاسه الفيرود اللي انت شفتها اختلفت عند وليد في هذه المباراه؟ هقول لك عشان نوضح للناس برضو. هو كان وليد ازارو كان عاجبني في حاجه في المباراه، يعني حتى لما جاب الاهداف فرحته مش كبيره قوي. لعيب لما يعني احيانا يمكن دي انا مريت بيها في بدايه حياتي، ما جاب الجون عايز يقول لا انا عندي كتير، ما جريش وهي فرح، بس حس ان هو يعني انا بقول لهم لا انا لسه انا عندي كتير. الماتش ده كان مركز جدا، كان تواجده في ال 18 كويس، التحرك بتاعه الاولاني خد العارضه البعيده اللي عملها له علي معلول، الاولانيه اتحرك كويس جدا، خد العارضه البعيده اتعملت له كويس، الثانيه اتحرك فيها كويس جدا اللي هي عملها تقريبا مؤمن، جاب منها جون. هو كان بيتحرك تحرك سليم جدا على المرمى، ما بيخرجش بره ال 18 وبيبقى مواجه للمرمى، والكورتين اتعملوا له الامانه برضو، يعني دي كفاءه لعيبه، لان الاوفرين كانوا مميزين جدا. فاروق انت كنت مميز جدا جدا بالهيد، يعني الاوفرين معمولين كويس جدا، بمعنى صح بيقولوا له هات هدف جميل يعني. فالاوفر عليه عامل اللي رفعه علي معلول، وتواجده هو كمان في المكان المناسب. ما انا قلت ان هو طبعا اتحرك في الاثنين كويس، او الاولانيه خد العارضه البعيده دي كانت موجوده قبل كده معاه كابتن ولا لا؟ هو بيتحرك كويس، بس هو في حاجه في ازارو، ازارو الستارت بتاعه كويس قوي. يعني عنده الخطوتين الاولانيين بيفرق عن اي مدافع، لما بيجي يلعب كمان يحط الكره عايز يجري، عايز اللي يحط له في مساحه، فهو بيتحرك بدري شويه عايز يظبط. والماتش ده ظبط الاوفسايد معاه، الماتشات اللي قبل كده كان بيوقع كتير في الاوفسايد، لان هو عايز ياخد في مساحه قدام، عايز الكره تبقى تتلعب له بسرعه. فهو في الماتش ده كان تحركه فيه وعي كبير. وبعدين من ماتش لماتش يا فاروق بيحصل اندماج بين اللعيبه وبعضيها. هو عنده ميزه كويسه كمان، محطه بيقف على الكوره بيسند اللي جاي. ففي المباراه دي كان بيسند اللعيبه متحرك. فانا بقول لك لا، يعني هو طبعا توفيق رقم واحد، ربنا وفقه، وانا كنت اتمنى ان هو يسجل في المباراه دي، عشان المباراه دي كبيره هتفرق معاه كتير قوي، هتفرق معاه كتير قوي قوي. يعني اعتقد ان زي ما بيقولوا المكنه هتبدا تشتغل معاه ان شاء الله، نتمنى ان هو يسجل. احنا طبعا كابتن كشري، يعني عايز اقول لحضراتكم يمكن طبعا مازال بعد قانون الرياضه الكلام على توفيق الاوضاع بالنسبه للاتحادات والانديه، فبالتالي اتحاد الكوره كلام كتير عن ان هو يوفق اوضاعه هو كمان كاتحاد موجود من ضمن الاتحادات اللي المفروض توفق اوضاعها بانتخابات جديده قبل طبعا ما السنه تنتهي. فبالتالي الاتحاد المصري لكره القدم بعت جواب استفسار عن امكانيه الانتخابات مره اخرى في اتحاد الكوره. الفيفا بعت بقى الرد ل الاتحاد المصري لكرة القدم، بيقول فيه: أحطنا علما أن القيادة الحالية للاتحاد المصري تم انتخابها يوم 30 أغسطس 2016 بمراقبة من مندوبي الفيفا والكاف، وأن مدة القيادة الحالية هي من 2016 حتى 2020.
20. وأضاف الفيفا في خطابه طبقا للمادة 14 البند الأول والمادة 19 من لائحة النظام الأساسي للفيفا، فإن كل الاتحادات والأعضاء بما فيها الاتحاد المصري ملزمة بإدارة شؤونها بصورة مستقلة بدون تأثير غير مناسب من أي طرف ثالث، ومخالفة هذه الالتزامات يمكن أن يؤدي إلى عقوبات على النحو المنصوص عليه في لائحة النظام الأساسي. هو يمكن يعني المعروف أو الشائع هو وقف النشاط أو تجميد النشاط في مصر. أعتقد ده رد الفيفا بأن ده يعتبر تدخل حكومي في هذا الموضوع، فبالتالي يعني ده الفيفا بيقول في حالة طبعا انتخابات جديدة يبقى ممكن يبقى يحصل عقوبات على الكرة المصرية ووقف للنشاط. فبالتالي ده كان رد الاتحاد الدولي الفيفا للاستفسار اللي بعته للاتحاد المصري كرة القدم، ممكن يصل كمان للحرمان من وجودنا في كاس العالم. فبالتالي انا مش عارف طبعا الوضع الحالي هيبقى عامل ازاي، ولكن هو ده الرد اللي وصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاتحاد الدولي او الاتحاد المصري لكرة القدم. كابتن كشري، خليني اقول لك بقى، يعني في لعيبة هي كانت محور اداء النادي الاهلي امبارح في بعض المباريات ما كانوش موجودين امبارح، زي حسام عاشور، زي احمد فتحي، قام بدورهم مثلا واحد رامي ربيعه، محمد هاني. شفنا تألق لبعض اللعيبه. انا بشوف ان مؤمن واحد من الناس اللي كان هو نجم من نجوم المباراه، لان هو كان بيشترك بشكل كبير في كل هدف كان بيحرزه النادي الاهلي. يمكن قلنا فاروق ان غياب طبعا حسام عاشور يأثر جدا على في 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 اداء في الريتم بتاع الفريق. حسام عاشور من نوعيه اللعيبه اللي هي بتعمل لك استحواذ على الكره عالي جدا، لان هو بصير وبيقف وبيعرف امتى يباص وامتى يتحرك. ولكن امبارح رامي ربيعه زي ما قلت لك انا توقعت ان هو يبدا المباراه دي، كان شغال بيعطل لعب الفرقه الثانيه، بيقطع كل الهجمات اللي جايه على النادي الاهلي. وبعدين رامي عنده حته ان هو بيزيد ورا اللعيبه، يعني رامي من النوعيه اللي بيزيد ورا المهاجمين، وكان عملها امبارح، وبدليل ان هو جاب الجون السادس. فرامي ربيعه ادى الدور بتاع حسام عاشور بس باختلاف عن حسام عاشور. حسام عاشور من نوعيه اللعيبه اللي بتضغط وتقطع وتسلم الناس اللي جنبها فتعمل لك استحواذ تخلي النادي الاهلي مسيطر على نص الملعب. رامي ربيعه عمل امبارح اللي هو الضغط على الخصم فاروق والقطع كره وبيلعب على الهجمات المرتده وبيكمل ورا الناس، فبيعمل لك كثافه عدديه في النواحي الهجوميه. فطبعا رامي امبارح بقول له هايل، كان عامل مباراه كويسه جدا. محمد هاني كان كويس في مكانه في الجبهه بتاعته، ما كانش فيه خطوره او من ناحيته، يعني ادى مباراه جميله. اللي عجبني جدا جدا كمان مع مؤمن اجاييه، كان هايل جدا. اجاييه بقاله فتره كابتن، يعني بصراحه فاروق بينضج جدا 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 مع النادي الاهلي، واتوقع وجهه نظر يعني امكانياته وقدراته دي يعني هتجيله فرق اوروبيه كبيره جدا. لان هو من مباراه للثانيه بيزيد عنده حته الترنات بالكره، وان هو بيقف على الكره وبيلف بالخصم، يمكن عملها في الكورتين اللي جه منهم الهدفين. فلا لعيب كبير ولعيب محوري وبيفرق مع النادي الاهلي. فامبارح لا، النادي الاهلي الفرقه كلها كان فيه تركيز. ويمكن انا كاحمد كشري كنت لاعب في النادي الاهلي وبتاع، كنت اطمع في مباراه زي دي النادي الاهلي يجيب جوان تاني. يعني انا كنت حاسس، انا بقول لك رغم النادي الاهلي كسب 6، لا انا كنت قاعد اتمنى النادي الاهلي، لان كان فيه الفرصه دي. في فرصه طبعا، انا بتكلم بصراحه. في ناس تقول احنا لا، احنا كنا ممكن نكسب 8 وارد يجي 8 و9 في الكوره. يعني احنا كنادي اهلي بعد لما جبنا الهدف السادس كان لسه في وقت، يعني كان في مساحه من الهدف ساعه تقريبا. يعني النادي الاهلي وانت بتوصل بتجيب اللي بتوصل بتجيبها. يعني واحنا بنتكلم يا كابتن كده، بتشوف ان في تغير في اداء كابتن حسام البدري في وقت ما قلت بعد الهدف الثاني او الثالث تقريبا، انت ابتديت تلعب على الهجمه المرتده، تشتغل على الجزئيه دي. ده كان اهم حاجه ده. خلي بالك ده اللي على السكور بتاع النادي الاهلي. وكان تواجد اللعيبه اللي عندهم سرعات زي وليد سليمان وزي ازار وزي اجاييه فرقوا جدا، وعلي معلول من الخلف. صحيح. اللعيبه دي، نوعيه اللعيبه دي يا فاروق، يمكن المدرب لما بيجي يشتغل مع فرقته خاصه النادي الاهلي عنده من اللعيبه ما شاء الله العناصر المميزه كتيره، لازم يبقى معاه خط نوعيه اللعيب اللي هو عنده سرعات، اللي هو الشوط الثاني انا محتاجه في اوقات زي دي، اللي هو انا
كسبان يعني السيناريو اكيد كابتن حسام عمل كذا سيناريو للمباراه، يعني ممكن كان وارد ان احنا نبقى كسبانين 1-0 وانا تاهلت الفرقه الثانيه هتضغطنا يا فاروق، لازم كان يبقى معايا عناصر عندها سرعه على الدكه عشان العب على المرتده، لان كان وارد ان فريق النجم ان هو يضغط في اخر مباراه، ده لو النتيجه مشيت قريبه ان الاهلي كسبان. فطبعا لا، السرعات واللعب على المرتده ده لازم يكون في فكر المدرب، خاصه في المباراه الكؤوس دي، لان مباراه الكؤوس دي بتبقى مفتوحه، ما بتبقاش مختلفه عن الدوري شويه، انا مش طالع عايز اقرب النتيجه او عايز اتعادل، لا، المباراه لازم يخرج منها فايز، والنادي الاهلي كان كسبان وكان الشغل على المرتدات واللعب في ظهر الخصم فرق كتير جدا مع النادي الاهلي في وجود وليد سليمان واجاييه وعلي معلول ووليد ازارو. طب هاخدك بقى المباراه القادمه كابتن كشري، واحنا بنتكلم انت المباراه الاولى هنا ان شاء الله لازم برضو تروح وانت مطمن، يعني على الاقل احنا مش عايزين يا عم عدد الاهداف ده، بس احنا نبقى عايزين 2-0 عايزين نتيجه كويسه، ولكن احنا قادرين ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه كويسه، خصوصا ان الوداد هو كتاب مفتوح بالنسبه لنا، لعب معانا في المجموعه، هو اول مجموعه ولكن احنا كسبناه هنا وهو كسبنا هناك، ولكن يعني كتاب مفتوح. احنا عندنا بعض الاخطاء يا كابتن اللي ممكن تكون شفتها في المباراه امام النجم نتلاشاها، خصوصا ان الشمال افريقيا او الفرق اللي هي المغرب العربي عندها ميزه في حته الكرات الثابته. الكره الثابته، برافو عليك، برافو عليك يا فاروق. انا الكلام ده يمكن انا قلت لك كنت بعض القنوات واتكلمت في قصه النادي الاهلي ان لازم يكون رامي ربيعه في قلب الملعب ليه؟ ونجيب يلعب عشان الكره الثابته. المدرب حسبته فاروق بتختلف لما يكون المباراه انت بتلعب في شمال افريقيا اللي بيتميزوا رقم واحد بيتميزوا بالكره الثابته، انت الكور اللي جت فيك امبارح يمكن منهم الكره كانت كره ثابته اللي اتعملت على البعيده حطها بدماغه كانت من كره ثابته. فرق شمال افريقيا بتجيد اللعب من على الجناب ومن الكور الثابته اذا كانت اوتات او فاولات او كورنر. فبالتالي انت لازم التمركز بتاعنا يبقى سليم، يبقى الفتره دي شغل التخصص جدا على المرمى، كوره عرضيه للمدافعين كتير ومهم العناصر اللي بتجيد اللعب طبعا بالكور العاليه زي رامي ونجيب وسعد، فطبعا ليه حسابات تانية. فاتمنى ان النادي الاهلي يتلاشى الموضوع ده في الفتره دي، واعتقد طبعا الكابتن حسام يعني بيعمل الكلام ده، فاعتقد ان لازم النادي الاهلي يشتغل على التخصص الكور العرضيه للمدافعين الفتره دي، التمركز الكور اللي هي الثابته الاوتات الحاجات دي، لان هم مميزين جدا 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 واحرزوا منها هدف، فانت بالتالي هتلاعب فريق نفس النوعيه ونفس الشبه ونفس الاسلوب. فاعتقد الجهاز يقدر ان شاء الله ان هو يوقف دي، بس الناس احيانا بتبص تقول ايه مين يلعب مع مين، مين اللعيب اللي بيلعب مع مين، لا، احيانا المدرب بيشتغل على فرقه مميزه في الكور العاليه زي دي، فبيحط عناصر بتتميز بالطول وان هي بتعرف تتمركز في نص في ال 18 بتعرف تمسك، فممكن حساباته هو تختلف عن الفرقه الثانيه. اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي قادر من المباراه اللي جايه دي بس نكسب يا فاروق مباراه هنا في ملعبنا، انا شايف وجهه نظري ان هي في مصلحتنا جدا كمباراه اولى. طبعا انا بحب جدا لما العب نهائيات او حتى لو انا بشجع فريق في اوروبا والكلام ده، احب انه يلعب المباراه الاولى على ملعبه لان انت لما بتلعب على ملعبك اول مباراه وتيجي تسجل يا فاروق بتعمل ضغط اكبر على الفريق اللي انت رايح تلعبه هناك في ملعبه. انت النهارده كنادي اهلي يا ربنا يكرمنا نكسب 2 مثلا، فرق 2 هدفين، كسبت 2-0 هنا، هو مطالب انه يجيب 3 اهداف في ملعبه، فانت بتضغط عليه، كل ما الوقت بيمر في ملعبه كل ما هو تركيزه بيقل وبيبدا يلعب بعصبيه ويلعب كره طويله، فانت تستغل الحاجات دي. فالمباراه النهائيه ان هي في ملعبنا هنا انا شايف ان هي ميزه كبيره جدا جدا، لان المباراه الاولى عندنا افضل ما تبقى الثانيه، كنا زمان نقول المباراه الثانيه كنا زمان نقول كده، لكن بالعكس انا اعمل ضغط عليك كفريق ضغط كبير، انت هتلعب على ملعبك تبقى مطالب ان انت تعوض فارق الاهداف اللي انا جبته فيه. فده ضغط كبير وانت بتروح عارف انت عايز ايه من المباراه. بركز بلعب دفاع بعتمد على المرتده او انا بنزل بفاجئ، فطبعا لا بدايه النهائي ان هو يكون في ملعبنا انا شايف ان هي ميزه النادي. طيب يعني كابتن دلوقتي خلاص ان شاء الله احمد فتحي هيبقى متواجد
ان شاء الله حسام عاشور يبقى متواجد بامر الله. ايضا عبد الله سعيد هو متواجد، لكن وجودهم بشكل اساسي بعد مثلا وجود او تالق اللعيبه اللي موجوده في هذه المباراه تشوفوا عامل ازاي؟ بص يا فاروق، طبعا الناس تالقت في المباراه دي حقيقه، والناس الثانيه لعيبه كبيره، لكن لا نخفي ان في لعيبه وجودها مهم جدا في الملعب. يعني احمد فتحي انا شايف ان لا غنى عنه، احمد فتحي مش من نوعيه اللعيبه بالاداء اللي بيقدمه هو حسام عاشور مش ما يبقوش على الدكه. يعني ما يبقوش على الدكه، وارد جدا. انا اقول وجهه نظري طبعا، يعني ممكن احمد فتحي يلعب، يلعب مكان محمد هاني في المباراه دي، وحسام عاشور يلعب جنب، ممكن جنب رامي ربيعه، يعني بالاداء اللي عمله رامي ربيعه، او جنب السوليه، يعني الاثنين. ويمكن رامي ربيعه عمل مباراه كبيره برضه، ورامي من البدايه بيلعب الحته دي، بيلعب المكان ده، يعني ممكن حسام عاشور يرجع على حساب السوليه، واحمد فتحي يرجع على حساب محمد هاني في المباراه دي. وليه؟ لان انت محتاج خبره اللعيبه دي برضو، عندهم خبرات كبيره، انت بتلعب مباراتين، هم عندهم برضو رصيد في المباريات الكبيره قوي اللي يخليك ان انت ما ينفعش. عبد الله السعيد برضو ممكن يشارك لو سليم 100%، لو سليم 100%، لو مش سليم 100% دي حاجه يعني. وطبعا شفنا صالح بوم اتصاب، يعني صالح فيه اصابه، كان كويس كمان برضه يعني، خلينا بس هو جات له اصابه في العضله الخلفيه، وانت عارف العضله الخلفيه دي يعني اقل حاجه فيها يوم ما تكون بسيطه بتاخد لها وقت، يعني بتاخد لها مش اقل من 14 يوم او 10. اتمنى انه يكون طلع في توقيت ما تكونش الموضوع، هو لو طلع حس بيها بس حاجه بسيطه دي ممكن ما، يعني وجود صالح برضه يعني ممكن تبقى ارهاق، يعمل لك حاجات كتير برضه في وقت معين. طبعا طبعا، لا لعيب كبير، وهو مميز ان هو يمكن انا بقولها صالح من نوع نوعيه اللعيبه اللي بتروح بالكوره، عامل زي مواليد كده، واللي صلاح الدين يحب كان يجي لك بالكوره لازقه في رجليه تلعب له، يعني غير عبد الله. عبد الله بصير من بعيد مسافات اللي هو ممكن يوصلك من المكان بتاعه. فلا طبعا اكيد وجود صالح هيفرق معانا في الفتره دي، وعوده اللعيبه دي هتبقى اضافه للنادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيكون للغلبة في المباراة ان شاء الله. كابتن كوشة، انا بشكرك كابتن كوشة لوجودك معايا، وبستمتع بيك دايما، سواء بقى حتى ما كنت لعيب كده وانت بلعب جنبك، كنت بتعلم منك انت كابتن حسام حسن. الله يخليك عشان حسام ما كنتش سامع. حبيبي يا فاروق، ربنا يخليك. انا سعيد طبعا في قناتي وبيتي النادي الاهلي، وسعيد ان انا معاك، وكنت من اللعيبه الكبيره. ربنا يخليك يا كابتن. لا حقيقه فاروق، ربنا يخليك يا فاروق حبيبي يا كابتن كوشة. يمكن امبارح برضه كان في كره تونسيه، امبارح لحد ما كان في اخفاق كبير امبارح. الافريقي التونسي برضه خرج من بطوله الكونفدراليه امام سوبر سبورت الجنوب افريقي، هزم على ارضه 3-1، كانت مفاجاه كبيره في استاد رادس. يمكن يعني اعتقد ان برضه النادي الاهلي امبارح عمل مفاجاه كبيره ونتيجه كبيره، نتيجه تاريخيه 6-2 امام النجم الساحلي. لكن هو دي كره القدم، تجتهد بتجد. احنا علشان النادي الاهلي دايما بيجتهد ومركز بشكل كبير، واللاعبين بيركزوا بشكل كبير لاسعاد جمهورهم، اعتقد ربنا اداهم امبارح، لان مفيش اي ممكن يجي لك توفيق الا بان انت بتجتهد. هو ده دائما النادي الاهلي ولعبته، هو ده اللي احنا دايما بنتكلم عليه، وهي دي جزء من قيامنا ايضا اللي هو الاجتهاد في شغلنا. بعد فاصل ان شاء الله هيكون معايا كابتن ياسر ريان، هنكمل كلامنا طبعا على مباراه النجم الساحلي، وايضا استعدادات النادي الاهلي ان شاء الله للمباراه القادمه ونهائي افريقيا امام الوداد المغربي.